الجعدان الإذاعة المحليات الأصايل 6 كيلومترات هي أيضا نقطة الانطلاق. نسير مع هذا الشوط وننطلق مع هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. مباشرة آخذ المركز الأول، واللي في المركز الأول هنا من تأتي على الصدارة على المقدمة أو يأتي على المقدمة الأسد لسالم بن سليم بن حربي العامري، من قدم الأسد على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. بينما هناك سلهود لسالم بن سعيد بن الحميدي الاكتبي يأتي على المركز الثاني. نقلتنا مباشرة هنا إلى شعار بو صالح مع مبهر علي بن صالح أيضا بن علي الحميري، وصل مبهر على المركز الثالث. بينما المركز الرابع الوصول من مبعد المبارك بن مناحي بن محمد الدوسري وصل على المركز الرابع. بينما خامس المراكز الوصول من مليح عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري يقدم ايضا مليح في هذه اللحظات. هنا الدخول، هنا الاسماء القوية والعملاقة. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات اللي هو بران سعيد بن معيوب بن سالم الدرعي، ولكن دخول من خلال هملول لفيصل بن عبد الله الفهيدة المري وصل في هذه اللحظات على المركز السابع. بينما المركز الثامن هنا ياتينا اللي هو شاهين هلال بن حامد بن مصبح النيادي، وتاسع المراكز القادم رعد خالد بن جمال بن سيف بن محمد وصل في هذه اللحظات. المركز العاشر يحمل الرقم 10 ولد شاهين محمد بن راشد المزروعي وصل في هذه اللحظات. هذا هو نيدان الأول، هذا هو نيدان الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن العودة إلى صدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الانطلاق القوي، التحدي المثير. هناك من وصل سلهود سالم بن سعيد بن الحميدي الاكتبي غير الصدارة والمركز الأول. بينما ثاني المراكز وصل مبهر علي بن صالح بن علي الحميري ينطلق مع هذا الاسم ويبغى له مراقبة بالفعل، واحد من الأسماء القوية والعملاقة أتى خصيصا في أول أشواط الجعدان المحليات الأصايل. ولكن هنا المركز الثالث الوصول من الأسد سالم بن سليم بن حربي العامري. يا سلام يا بن حربي، مقدم الأسد يبحث عن عرينة هناك في الصدارة في المقدمة، ولكن الوصول من أحد الضيوف مع مبعد مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري، وصل الدوسري يقدم مبعد، ولكن حنا قريبين يا مبعد هنا مع الصدارة مع المركز الأول. نقلتنا إلى المركز الخامس اللي وصل في خامس المراكز، يأتي هناك هملول فيصل بن عبد الله الفهيدة المري يقدم هملول على المركز الخامس. والمركز السادس هناك يأتينا على سادس المراكز وبران سعيد بن معيوب سالم الدرعي يقدم وبران على المركز السادس. والمركز السابع هنا دخول ايضا من خلال رعد خالد بن جمال بن سيف بن محمد وصل في هذه اللحظات، ولكن الدخول من شاهين سعيد بن محمد بن خيله العامري، وصل بن خيله ليقدم انطلاقه رائعه وجميله بالفعل. وهنا الوصول من ولد شاهين محمد بن راشد بن حريز المزروعي، ولكن هنا مشاهدين الاعزاء الوصول من رعد خالد بن جمال بن سيف بن جمال بن محمد الحرزي وصل في هذه اللحظات. هذه هي النتيجة، هذه هي الأسماء أيضا العشر الأوائل، العودة إلى الصدارة. مبهر بدأ يغير المركز الأول. هناك من يتواجد، من يقدم هذا الاسم، علي بن صالح بن علي الحميري يأتي على صدارة، ينطلق على مقدمة هذا الشوط، يندفع على المركز الأول ما شاء الله. ولكن هناك الدخول من مبعد مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري يقدم مبعد هنا مع مبهر على الصدارة على المركز الأول. والدخول هنا، الدخول من الاسم القادم، وصل سلهود القادم لسالم بن سعيد بن الحميدي الاكتبي على ثالث المراكز. المركز الرابع بن خيله يقدم هذه الانطلاقه على رابع المراكز، شاهين سعيد بن محمد بن خيله العامري يصل في هذه اللحظات مع المركز ايضا الرابع والمركز الخامس. وصل ايضا شعار البطين ليقدم هذه الانطلاقه مع هملول فيصل بن عبد الله الف هيدل
المري ياتي بهذه اللحظات، ولكن الاثنين كيلومترات هي المتبقيه على خط النهايه، هي المتبقيه عن التتويج بالسياره وايضا ماده الزعفران هنا في مهرجان فارس الخليج. وبهذا ايضا الحضور الميمون لسمو الشيخ مكتوم بن راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مالك هجيني زعبيل الذي يتواجد هنا متابعا لهذا المهرجان. أسير إلى المقدمة، أسير إلى مبهر على صدارة، أسير إلى مبهر على المركز الأول. هناك علي بن صالح الحميري من يقدم ايضا مبهر مبهر مبهر، ولكن هنا بن خيلة يقدم شاهين سعيد بن محمد بن خيلة العامري بدأ يتدخل ايضا من عمق الميدان، بدأ ياخذ المركز الثاني والاتجاه الصحيح الى لوحة الاعلان الخطيرة. بدأت الاسماء تسير، بدأت الاسماء تنطلق، وهنا المركز الثالث سلهود لسالم بسعيد بن الحميدي الاكتبي، والمركز الرابع ياتي مبعد مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري، وصل البطين ولكن الدخول مشعار الدرعي هنا وبران سعيد بن معيوف بن سالم الدرعي ياتي مع وبران. الاسم القادم ما شاء الله شاهين سعيد بن سليم بن علي العامري وصل اول لده، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى الإعلان الأخير. 1200 أو الكيلو الأخير دخلنا في هذه اللحظات متابعين الكرام. غير أيضا بخيلة ليقدم هذه الانطلاقة مع شاهين سعيد أيضا بن محمد بخيلة العامري مبهر. هناك علي بن صالح بن علي الحميري على ثاني المراكز، ولكن هنا وصل شاهين لسعيد بن سليم بن علي العامري. يا سلام يا سلام يا سلام يا بخيلة، بن خيلة بدأ مع على الصدارة، الشعار الهيراوي بالفعل بدأ ينطلق هنا على الصدارة على مقدمة هذا الشوط ليندفع بالسيارة بدون أي أوامر تذكر. هنا على الصدارة يقدم الماركة الشاهينية سعيد بن محمد بخيلة العامري على الصدارة على المقدمة، بينما شاهين على المركز الثاني سعيد بن سليم بن علي العامري على ثاني المراكز. الاكتبي عاد مرة أخرى ليقدم هذه الانطلاقة مع سلهود سالم بن سعيد بن الحميدي الاكتبي، ولكن أعود خلاص يا بخيلة خلاص بقول الناموس هني مع بن خيلة ومع ال 400 متر الأخيرة. يا سلام الله 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 الله، الماركة الشاهينية تثبت الجدارة، تثبت الانطلاق الكبير. بسم الله وتبارك الله، بدأ الرقص. مشكور يا أبو سالم على هذا الأداء. سعيد بن محمد بن خيلة العامري، يا سلام يا شاهين بالفعل أثبت الجدارة، أثبت الانطلاق القوي والتحدي المثير. هذا هو شاهين، تهانينا والناموس وسلام يا الهير على هذا الفوز والانتصار. بينما اللي في المركز الثاني وصل في ثاني المراكز أيضا شاهين سعيد بن سليم بن علي العامري، والمركز الثالث الوصول منه هو مختار علي بن سالم بن عبيد بوظفير العامري. المركز الرابع وصل فيه أيضا اللي هو سلهود لسالم سعيد بن الحميد الاكتبي. المركز الخامس كان حشيم لرسمي بن مذكر بن فرحان، هو من وصل في خامس المراكز. هكذا النتيجة. إذن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول. 9:25 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بخيلة العامري على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني من أتى فيه شاهين وحل على المركز الثاني حيث قطع مسافة السباق هنا في 9 دقائق بالفعل و33 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن سليم بن علي العامري على هذا الفوز، فوز شاهين بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث 9:34 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مختار علي بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناة